دلوقتي مع حضراتكم منظور مصنع 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية. هي حكاية أربع أصدقاء نجحوا في إنشاء مصنع رائد وعملاق لإنتاج مختلف الغازات، وطبعاً الأكسجين في مقدمة هذه الغازات. هذا المصنع يعتبر صرح ويوفر حوالي 15% من احتياجات السوق المحلي من مختلف الغازات. خليكم معنا. دي أول مرة ندخل فيها مصنع للغازات الطبية والصناعية. دي صناعة ضخمة بجد ومحتاجة خبرات، لأن أبرز منتجاتهم على الإطلاق هو الأكسجين النقي أكسير الحياة. ده مصنع السادس من أكتوبر للغازات الطبية والصناعية، أسسه أربع أصدقاء، هم المحاسب حمدي عبد السميع والمحاسب خالد فؤاد ومحمد حسن والمهندس شاكر شريف. ده بعد اكتسابهم خبرات تتجاوز 30 سنة في إنتاج الغازات الطبية والصناعية بشركات القطاع الخاص، وكان قرارهم بتأسيس الشركة من حوالي 8 سنين هو عين العقل. رغم المجازفة وضخامة الاستثمار، لكن بجد قلبهم كان حديد، وصدق من قال: لا يفوز بالمجد إلا كل مجازف. النهاردة الأصدقاء الأربعة ما شاء الله بجد بيستحوذوا على 15% من حجم الغازات الطبية والصناعية اللي بيحتاجها السوق المحلي، وخصوصاً غازات الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون وأي غازات خلط مطلوبة حسب احتياجات الصناعات المختلفة، وبيوفروا غازات الاستيلين والهيليوم والأرجون حسب الاحتياج ليها، وبيصدروا لأسواق العالم المختلفة، لأنهم باختصار بينتجوا أنقى الغازات على الإطلاق. أما استثماراتهم فتجاوزت 80 مليون جنيه. تعالوا في البداية نسمع حكاية مصنع 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية من المحاسب حمدي عبد السميع، الشريك المؤسس والمدير المالي لشركة 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية. أنا نقول كده في البداية، إحنا اللي عبينا الهواء بأزايز، تمام؟ نسمع الحكاية، وأنا جبتك هنا تحديداً عشان دي أول وحدة بدأتوا منها في 2015، و2017 أول إنتاج من هنا. الحكاية بدأت إزاي في الصناعة الصعبة دي؟ الحكاية بدأت إن إحنا أربعة كنا شغالين في مجموعة شركات في نفس المجال، فقررنا ان احنا نعمل حاجه لنفسنا، لغايه ما ربنا يسر لنا وقدرنا نجيب الوحده هندي. بدانا فيها وحده انتاج صغيره، بدانا مع جبتوها بكام وقتها؟ جبناها كانت في حدود 220 الف دولار او 250 الف دولار في 2015 لغايه ما ربنا يسر لنا الحال وخدنا الاجراءاتنا وتمام، وبدا الانتاج في فبراير 2017. تمام. طبعا نزلنا السوق في مجال الطبي اللي احنا الى حد ما حافظينه، المستشفيات، وردنا المستشفيات وبكواليتي كويس، واشتغلنا الحمد لله في المجال كويس قوي الحمد لله. خليني اقول لك على حاجه، الصناعه دي انا شايفها صناعه امن قومي. انت بتتكلم في صناعه او انتاج الاكسجين اللي بيحتاجه القطاع الطبي، ناهيك عن بقيه القطاعات، ولكن انا بتكلم على القطاع الطبي تحديدا في فترات الكورونا. عدت ازاي الكورونا؟ كل المصانع كانت شغاله بكامل طاقتها، كان في جانب كناش بننام، ما حدش كان بينام أصلا من أساسه. قللنا الإنتاج للشركات إلى حد ما، وبقينا كله متجه للمجال الطبي، عشان لأنه كانت إنقاذ أرواح بني آدمين طبعًا. يعني طبعًا. فكانت لازم نهتم بالمجال الطبي أكتر من الصناعة في الفترة ديت. بقى عندنا النهاردة فائض تقدر تصدره؟ في فائض دلوقتي طبعا يتصدر من أكسجين ولا نيتروجين؟ أكسجين ونيتروجين يتصدر دلوقتي، وليهم أسواق برة؟ وليها أسواق طبعا، في طبعا ليبيا بتعوز شغل كويس، وفي السودان. وقيمته عالميا تجازي هذه الصناعة؟ طبعا قيمته تجازي، يعني لو صدرنا ليبيا كويس، لان ليبيا المسافه مش بعيده، فممكن ليبيا لو تصدر لها اكسجين ونيتروجين يجازي، لان المسافه مش بعيده بينه وبين ليبيا. يعني التصدير ده بيبقى عن طريق تنكات مراكب ولا اسطوانات زي اللي احنا شفناها بره؟ لا، تنكات، يعني لو اكسجين او نيتروجين ليكويد سايل بيروح في تنكات كبيره. تمتلك النهارده كم اسطوانه هنا في شركه 6 اكتوبر للغازات الطبيه والصناعيه؟ احنا نمتلك فرنج من 8 ل 10000 اسطوانه في الوقت الحالي. ده من 8000 ل 10000 اسطوانه. كل ده استيراد؟ كل استيراد. مصر ما هنا في مصر صناعه اسطوانات؟ لا، مصر ما بتنتجش اسطوانات، كل استيراد من الصين او الهند او اوروبا. الاسطوانات ديت، اديني امثله للصناعات اللي بتدخل فيها سواء الاكسجين او النيتروجين اللي احنا عبيناها في اسطوانات.
مش هنقول ازايز، خلينا في استرونات. الاكسجين بيستخدم طبعا في المجال الطبي في المستشفيات، ده اول حاجه. بيستخدم في الصناعي في كل اللحامات، يعني في كل الورش الصغيره بتستخدم الصناعات الهندسيه محتاجاه. اي انشائي بيعوز لحامات بيصنعت اكسجين مع صنعت استيلين. في شركات الادويه بتعوز الاكسجين، كل الماكينات محتاجه اكسجين تتحرك. المكن الليزر الجديد السي ان سي ومكن الليزر طبعًا بيعوز الغازات اكسجين ونيتروجين وارجون. مجال الاكسجين بيخش في جميع المجالات الصناعيه. المجال البيطري محتاج النيتروجين عشان يحفظوا السائل المنوي. البيطري بيعوز النيتروجين في السائل المنوي، بيتحفظ في النيتروجين. ان المصنع 24 ساعة شغال. كم عامل النهارده سواء في الوحده دي او ما شاء الله الوحده الجديده اللي انتوا احنا بتوها. عندنا العمال تقريبا من 60 ل 70 عامل وفني وسواق، يعني هو خبرات المجال ده موجوده. طبعا احنا اعتمدنا في الاساس الفنيين، اعتمدنا على ناس خبره عشان المجال ده عاوز ناس خبره اكتر منها، مع تدريب ناس جداد. طبعا حضرتك كخبير مالي كل خطوه بنخطوها في المصنع هنا ليها حساباتها. تمام، حساباتنا ايه بقى في المراحل الجديده اللي احنا عاملينها؟ وصلنا، انت حضرتك قلت لي احنا بنتوسع النهارده في قطعه ارض جديده. واخدين قطعه ارض جديده عملنا فيها حاجات مكمله للشغل اللي احنا فيه، يعني احنا الارجون جبنا ارجون، عملنا تانك ارجون، تانك ثاني اكسيد الكربون. فواخدين الارض برضو ربنا ييسر نعمل وحده انتاج ليكويد كبيره في الفتره اللي جايه ان شاء الله. عندكم هنا نوعين، احنا عندنا وحدتين المنتجات، غاز غازي وسائل صح، ليكويد. يكمل لك ايه غاز الارجون؟ غاز الارجون بيستخدم برضه في اللحامات، بس اللحامات الاستانلس. وفي بتدخل برضه في المجال الطبي بعض الاجهزه بتستخدم غاز الارجون برضه في شغلها. واللحامات اللي كلها اي حاجه، عربيات، سيارات، الحديث كله بيستخدم غاز الارجون في اللحامات. دعم الدوله للمشروعات كان ليه أكبر الأثر في تحول مصنع السادس من أكتوبر للغازات الطبية والصناعية من مجرد مشروع صغير لمشروع متوسط، وده اللي أكد عليه خالد فؤاد الشريك المؤسس والمدير التجاري لشركة 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية. ركزوا معاه. حضراتكم عاملين صناعة بشكل محترم جداً، وخليته جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأول مرة يمول مشروعات ضخمة بهذا الحجم. التمويل الأول كان بخمسة مليون، التمويل الثاني كان بسبعة مليون. أفهم ليه تقدمنا للجهاز؟ كان وقت إيه؟ عملنا إيه بهذه القروض؟ والله رحنا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. الجماعة بصراحة قابلونا مقابلة كويسة جدا وطلبوا مننا أوراق، وجم بزرونا الأول وشافوا المكان بتاعنا وشاف خططنا وشفنا احتياجاتنا إيه، وقلنا لهم محتاجين حوالي خمسة مليون، واحتجناه جدا في بداية كورونا. فالحمد لله استوردنا اسطوانات في الأول وجبنا شوية شغل هنا كويس. واحنا كنا يعني كان تزين. الغرض من التمويل توسيع العمل، توسيع العمل وشراء اسطوانات أو استيراد اسطوانات من الخارج. يعني الاسطوانات دي أصلا يعتبر ايه روح المشروع، شغلي. فاستوردنا من الصين أكتر من مرة، حدثنا في معداتنا وسياراتنا، وساعدنا الصندوق جدا في الموضوع دوت. الصندوق لما جت دخلت علينا كورونا أنا ملتزم معاه في السداد جدا الحمد لله، وهم ناس عايزه تكبرني برضو، فدخلنا في مشروع جديد. فبدانا في قرض تاني ب 7 مليون. كنت سددت الخمسه الاولانيين؟ سددت حوالي 60 70% منهم، قالوا نشتغل تاني، فجبنا مصنع تاني. التوسعات في المرحله دي كان هدفها ايه؟ كورونا اتشددت، كان مطلوب مني ان انا دلوقتي المصنع ده بيعمل حوالي 1400 اسطوانه في اليوم، فعايز اوصل ل 3000 و3200 اسطوانه في اليوم. فكملت بقى وعدلت شويه في المصنع، جبت يبقى 25 ليكويد سائل اكسجين و75 غازي، مع دوت وصلت ل 3200 صنعه في اليوم. التسليم بكام؟ يعني البيع سعر لتر الاكسجين او النيتروجين بتحسبوها ازاي الصناعه دي؟ هي صناعه بتحسب مدى الخام عندي كهرباء، انا عندي هنا بالمصنع هنا حوالي 1 ميجا كهرباء 1000 كيلو. 1 ميجا؟ وبيغطيك؟ بيغطيني الحمد لله. تمام. على المصنعين دول. لكن في المصنع الثاني ان شاء الله يبقى اكبر من كده بكتير، محتاج طاقه كهربائيه اكبر، حوالي 6 ميجا. 6 ميجا كهرباء دي تكلفتها كام وحده الكهرباء دي؟ دي هتخش بحوالي من 5 ل 6 مليون دولار. يعني انت محتاج دعم تاني. دعم تاني مش كده برضو؟ يعني دي لوحدها تدخلها بحوالي مثلا 150 مليون جنيه. 150 مليون جنيه عشان توفر 6 ميجا طاقه عشان تشغل المصنع الجديد. طب انت دلوقتي المفروض تتنقل لمرحله جديده ان شاء الله، اللي هو مرحله المتوسط ان شاء الله. صح كده؟ ان شاء الله. بدات اجراءاتها ازاي؟ جهاز دلوقتي بيأهلني للمرحله المتوسطه، انا اخش في تارجت اعلى شويه. انت حصتك قد ايه من السوق المحلي النهارده؟ حوالي 20% من الغازي. 20% من الغازي. والسائل؟ السائل لا، انا ما اعتبرش يعني محطوط على الخريطه دلوقتي. طب مع المصنع الجديد ان شاء الله اخش على الخريطه باذن الله. تبقى بنسبه قد ايه كده؟ انت مخطط توصل شريحه قد ايه من السوق المحلي تغطي احتياجات بلدك؟ انا اتمنى في 10 15% من السوق المحلي. 10 15% بالنسبه للسائل. بتخططوا لايه الفتره اللي جايه؟ تصدير بقى،
ده حلمنا بصراحة عشان نوفر عملة على الأقل للبلد هنا. صناعة إنتاج الغازات معقدة ومحتاجة الاستعانة الدائمة بالخبراء، وده اللي هنعرفه خلال لقائنا مع المهندس رضا الصاوي مدير التشغيل في مصنع شركة 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية. اشرح لنا يعني إيه باخد هوا ربنا والمراحل اللي بمر بيها لغاية لما طلع نيتروجين وأكسجين سالب 180 وسالب 196، أرقام صعبة. حضرتك إحنا عندنا ضغط هوا كبير عبارة عن 4 مراحل، ببدأ أسحب الهواء الجوي. مش هي الوحدة دي؟ تمام كده؟ تمام. ببدأ أسحب الهواء الجوي بكباس الهواء، ببدأ عمليات المعالجة أو التريتمنت للهواء الجوي اعتبارا من كباس الهواء. كباس الهواء بيرفع ضغط الهواء على 4 مراحل، بين كل مرحلة ومرحلة مبادل حراري. المبادل الحراري بيشارك في تبريد الهواء. تبادل حراري بين الهواء وبين المية اللي في المبادلات الحرارية، ببدأ عمليات المعالجة أتخلص من الرطوبة اللي موجودة في الهواء الجوي. بيطلع الهواء من المرحلة الرابعة عند الضغط التشغيل اللي أنا شغال بيه اللي بيتراوح بين 35 و45 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. ده ضغط يعني شغل مبذول يلزمني أتخلص من درجات الحرارة. بيمر حضرتك بمراحل تبريد ومعالجة تانية، بمر على أفتر كولر أو المبرد النهائي خلص من بقايا الرطوبة، بمر على الشلال البارد اللي بنقول عليه الكاسكاد كولر بالتبادل مع النيتروجين اللي أنا بنتجه. كاسكاد كولر اللي هو اللي ورانا ده، اللي ورانا ده فن. تمام. بالتبادل بين الهواء وبين النيتروجين اللي أنا بنتجه خلال حمام مية بارد، بتخلص برضو من بقايا الرطوبة للمرة الثالثة. بيدخل بعد كده الهواء تقريبا درجة حرارته زي ما بنقول أمبيانت أو درجة حرارة الغرفة يعني على وحدة تبريد الهواء بالفريون زي التكييف بالظبط. يحصل تبادل حراري بين الهواء وبين الفريون، بيطلع درجة حرارة الهواء من وحدة تبريد الهواء بالفريون ما بين زائد 5 لزائد 10، وده بيبقى دروب وانخفاض كبير جدا في درجة الحرارة، بيخلصني من بقايا الرطوبة اللي موجودة فيها. حوصل بعد كده حضرتك بدرجات حرارة في برج الفصل الرئيسي لماينس 198، فلو موجود رطوبة وموجود ثانوكسيد كربون هيحصل بلوكينج ومش هشتغل. بعد وحدة تبريد الهواء بالفريون أنا بدخله على ممتص CO2، لازم ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون أتخلص منه، أتخلص من ثاني أكسيد الكربون تماما. بيدخل بعد كده حضرتك على برج الفصل الرئيسي، بيدخل الهواء بيقابل المنتجات بتاعتي الأكسجين والنيتروجين اللي طالع، بيوصل درجة حرارته ناقص 130، يدخل على إكسبانشن ماشين أو مكنة التمدد توصله في الخارج بتاعها لناقص 170. ده حد الإسالة بتاعي في الوحدة دي تحت الضغوط اللي أنا شغال بيها. بنتج الهواء السائل برميه في برج الفصل الرئيسي في الجزء السفلي، بعد كده من خلال مجموعة بلوف تمدد إكسبانشن فالف أقدر أوصل لنقطة غليان كل غاز لوحده، النيتروجين لوحده والأكسجين لوحده. لكن درجات الحرارة عامة حضرتك بتاعة الأكسجين والنيتروجين اللي موجودة في الهواء الجوي، أقدر أفصل الأكسجين عند ماينس 185 تحت الضغط الجوي، النيتروجين ماينس 195 تحت الضغط الجوي. لو في صناعة محتاجة نيتروجين أكسجين أقل في درجات الحرارة يعني 160 150 140، هل ده ممكن نعمل؟ أقدر من خلال حضرتك ريجوليتور أو منظمات أتحكم في درجة الحرارة. أتحكم في درجة هي الحرارة. موضوع عمليات تمدد أو عملية إكسبانشن. إنتاجنا بالقوة اللي خلينا نقدر ننافس في أي سوق في العالم سواء أكسجين أو نيتروجين؟ أكيد حضرتك، لسبب أنا بنتج الأكسجين بنقاوة أو ببيوريتي 99.9% بالمية. النيتروجين عندي هنا 99.9998%. خلي بال حضراتكم في منظومة كاملة لتوزيع الإنتاج من الغازات الطبية والصناعية اللي بينتجها مصنع 6 أكتوبر للمستشفيات والمصانع والمعامل وشركات المقاولات وشركات الأدوية وغيرها، والمسؤول عنها محمد حسن الشريك المؤسس في مصنع 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية. توليت مسؤولية التوزيع، يعني دور حضرتك تتحرك على المستشفيات تشوف احتياجاتها وتلبي احتياجاتها، تشوف المصانع
دي مسؤوليه عظيمه جدا، وعربياتك المفروض تمشي في الشارع نقول وسع وسع، ده الغاز المصري معدي صح كده؟ تمام. التحديات اللي بتواجهنا في الصناعه دي، التحديات في الرخصه يعني في السيرف الممنوع، فحضرتك يعني لو هو يبقى فيه سماح ان العربيات المستشفيات الطبي ان هي تمشي في اي وقت 24 ساعه ده هيبقى كويس بالنسبه للتوزيع. يعني اول طلب ده من وزاره الداخليه، محتاجين التصريح لسيارات الاكسجين انها توصل المستشفيات. تمام. ما نعطلهاش. احنا لو بنمشي من غير ما حد يعترضنا ما فيش مشكله في ان احنا نوصل الحاجه للعميل في اي وقت. الاسطوانات اللي حضرتك بتنقل فيها احنا ليه بنستوردها؟ تعرف ان مصر استوردت فوق ال 100 مليون اسطوانه؟ طيب بالذات في ايام الكورونا دي استوردنا اسطوانات كتير وتنكات. ازاي انتوا مصنع كبير كده ما شجعناش صناعات تانية مغذيه لينا ونميناها؟ ده تانك. هو المفروض حضرتك الاسطوانه دي تتصنع في مصر من رجال. بتجيبوها بكام دي من بره الاسطوانه دي؟ الاسطوانه بتيجي بحوالي 60 دولار. والتانك؟ التانك بيجي حسب الساعه بتاعت التانك. في التانك اللي هو الكبير اللي هو ال 10000 لتر ده مثلا يخش له في 2 مليون. 2 مليون جنيه. بالمناسبة الأصدقاء الأربعة في مصنع 6 أكتوبر للغازات الطبية والصناعية لجأوا لجهاز المشروعات الصغيرة للحصول على تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج، وده اللي هيشرحه لحضراتكم السيد أحمد الملطي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة 6 أكتوبر. أستاذ أحمد الملطي، حضرتك مدير فرع أكتوبر في جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. أنا مبسوط إن إحنا خرجنا من عباية الخمسة مليون، ما نقدر نمول النهاردة لغاية 20 مليون، عشان كده مصنع زي ده خد في مرحلة تانية حوالي 7 مليون. بنحدد إزاي المشروع اللي يستحق هذا الدعم؟ عايز أسمع من حضرتك. عندنا من الخبرات ان احنا نقدر نشوف المشروعات اللي محتاجه دعم، محتاجه فجوه تمويليه. المشروع ده من المشروعات اللي كان لها فجوه تمويليه، انه بدا في 2017 ولما دخل السوق المصري وبدا ينتج. طبعا كورونا كانت في اواخر 2019، كان محتاج ان هو يكون في عنده فجوه كبيره انه يكمل استثماراته، وده اللي شجعنا احنا نشتغل معاه ونكمل معاه الفجوه بتاعته. وكان اول تمويل لنا كان في 2019، كان من 5 مليون جنيه، ودي كانت اول بدايه المشروعات المتوسطه ان احنا مشروعات الصناعه 5 مليون. بعد المشروع لما كبر وبدا الاستثمارات تزيد وبدا طبعا كان متوجه للنطاق، انت اديت له في المرحله الاولى الحد الاقصى من الجهاز صح كده؟ المرحله الاولانيه 5 مليون جنيه. تمام. وكانت مبادره بردك البنك المركزي اللي هي كانت ال 5% لاستثمارات المشروعات الصغيره والمشروعات الصناعيه لدعم المشروعات الصناعيه، اللي كانت توجيهات الدوله ان احنا نوجه المشروعات الصناعيه. بدا لما يشتغل ويخش المجال الطبي، وكان كل استثماراته مجال طبي، بدا حاليا يخش المجال الصناعي، فاحتاج بردك فجوه ثانيه انه يكمل المنتج بتاعه. دخلنا المرحله الثانيه اللي هي كانت التمويل 7 مليون جنيه، ودي كان بالمناسبه لسه من حقول شهور قليله جدا ان احنا دخلنا نكمل معاه المصنع الجديد. انا كشاب محتاج افهم الجهاز ممكن يقدم لي ايه من خلال المشروع اللي انا بعمله. انا بنفذ مشروع ومحتاج تمويل، صحيح التمويل بيبقى اخر مراحل التفكير، احط الاول دراسه الجدوى بتاعتي، بعرف اكسب ولا اخسر وسوقي فين، ولكن في النهايه حتما هتجه للتمويل. حضراتكم بتساعدوني ازاي؟ يعني يمكن اقول لك حاجه قريبه شويه الناس مش واخده بالها، ان جهاز تنميه المشروعات دخل مع الشباب في الحلم بتاعه. بمعنى ان انا النهارده لو انا ما عنديش فكره، بروح 33 فرع على مستوى الجمهوريه، بروح اقابل الموظف المختص، بقول له انا ما عنديش فكره مشروع، عندي حاجتين ممكن اشتغل معاه. اول حاجه عندي نماذج منمطه لدراسات جدوى اكتر من 190 دراسه، فكر في الفكره وجالي قال لي خلاص انا النهارده اعتمدت، انا عندي الفكره بتاعتي جاهزه وعايز اعمل مشروع، بس بقى مني حاجه، انا ما عنديش خبرات في السوق المصري، ما عنديش خبرات ان ادير المشروع، ما عنديش خبرات ان انا اخش واجه السوق وافتح المشروع. عندي حاجه دلوقتي بعدها تمام ان انا بعمل له تدريب اسمه ابدا مشروعك لمده 5 ايام. الخمس ايام دول من اي تو زد، من اول ما اكون ما عنديش فكره مشروع، ان النهارده بقول له انت لو اخترت المشروع بتاعك المكان بتاعك يبقى عامل ازاي، العماله اللي بتساعدك، العماله اللي بتساعدك تبقى شروط بتاعتها والضوابط بتاعتها ازاي، التسويق طبعا من اهم الحاجات اللي بيقدمها جهاز المشروعات لخدمه الشباب، التسويق قنوات التسويق بتاعتك تبقى عامله ازاي، والخدمات الماليه، دراسه الجدوى، ازاي يعمل ميزانيه مشروع، ميزانيه عموميه للمشروع. بعد كده بقى عنده بزنس بلان او عنده دراسه جدوى جاهزه ان هو يقدمها لاي جهه تمويليه اللي منها جهاز المشروعات. وكمان بنساعده ان احنا بنعمله دراسه الجدوى الماليه قبل القرض، بنقدمها له كلها خدمات غير ماليه. وفي حاجه بالمناسبه، لو بردك هو ما عندوش فكره مشروع وراح خد الورق ورجع بردك قال لي انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اختار مشروع، دي اللي كنا بنتكلم فيها في الاول، الحلم ايه اللي هو الحلم، ان انا بدخله تدريب لمده يومين اسمه ولد فكره مشروعك، اعمل له عصف ذهني. واحده زي اللي احنا فيها دي تم تمويلها او جزء من تمويلها من خلال جهاز المشروعات، وهنا بيقولوا لي ان الجهاز بيساعدهم وبيأهلهم ان هم ينتقلوا لمرحله المشروعات المتوسطه. عايز افهم يعني ايه بتأهله، وهل هيخرج بقى من الجهاز يروح مثلا بنك، ترشحه مثلا للبنك الاهلي او اي من بنوكنا الوطنيه،
عايز افهم الموضوع ده. احنا دلوقتي بدانا نمول المشروعات المتوسطه والمتوسطه مع المستوى الجمهوريه، فكمان هيخش معنا كمان في تمويل المشروعات المتوسطه لو عنده القدره ان هو يقدر يكبر كمان او ياخد مكان اكبر من كده. يعني افهم من كده ان ممكن جهاز المشروعات يستقبل شاب لا يمتلك اي فكره ولكن حلمه يعمل مشروع، ونوصل معاه لغايه نبقى من كبار العملاء من اصحاب المشروعات، صح كده؟ تمام. انتوا الجهه الوحيده. تمام، زي ما حضرتك قلت كده واكدت على المعلومه ديت ان احنا الجهه الوحيده دلوقتي حاليا، وكمان ظهرت بعد كورونا، احنا الجهه الوحيده اللي كانت بتمول مشروعات ستارت اب. كل المشروعات الجديده اللي مش قايمه، يعني يمكن نموذج المشروع ده كان مشروع قايم قبل سنتين ومولناه، في مشروعات كتير الجهاز تمويل المشروعات مولها ما كانش فيه اي حاجه، كان بدايه ان هو كان لسه بيشوف الارض بتاعته او المشروع بتاعه احنا كمان بنقدم له كل الخدمات التمويليه، ان هو لو عايز مكان نقدر نموله، عايز خامات نقدر نموله، الاثنين مع بعض نقدر نمولهم. فاحنا الجهه الوحيده او الجهه الاساسيه اللي بتمول المشروعات الجديده في جهاز تمويل المشروعات. مصنع 6 اكتوبر للغازات الطبيه والصناعيه، طاقته النهارده 3000 اسطوانه غاز يوميا، غازي وسائل حسب احتياج كل صناعه، وبيخططوا لمصنع جديد لانتاج مختلف الغازات اللي مصر مش بتنتجها، وده تحدي جديد وهم قدوا. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يزور أحدث مشروعات السيمي هيدروبونيك الزراعية التي أنشأها المهندس الشاب كريم علي محمود وزوجته مهندسة الري ولاء عاشور في محافظة القليوبية، ويشرفان على زراعة الفراولة والخاص بها.